لماذا يضطهد المسيحي؟ بحسب الإحصائيات اليوم أن أكثر مجموعة مضطهدة هم المسيحيون، سواء في الشرق وحتى للأسف في الغرب. وهذا إن دل على شيء بدل على صدق المسيحية وصدق دعوة المسيح اللي هو مثالنا. لم يعد المسيح بطريق مفروشة في الورود، ولا أعطاهم معلومات خاطئة عن اتباعه، بل علم وقال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وقال أيضا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقال الرسول: لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. فالمسيح طالب أتباعه بالولاء الكامل والطاعة الكاملة، من نكران الذات وحمل الصليب. ومن هنا نرى أمانة المسيح المطلقة. لم يطلب من أتباعه شيء لم يفعله هو. ثم نرى إخلاص المسيح بتعليمه الراقي والطاهر، بل حتى قال: قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. فإذا ما هي أسباب الاضطهاد؟ أول شيء الشيطان. مكتوب: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. الشيطان بيكره الإنسان لأنه على صورة الله الأدبية والروحية مخلوق، فيحرك الديانات المزيفة التي لا تتمشى مع تعليم المسيح، ويستخدم الهرطقات أو ما يسميه الكتاب روح ضد المسيح، فيشن حرب عنيفة لأنه دجال ومكار ومضل. يستخدم أحيانا الإلحاد وأحيانا الديانات الأرضية أو الأعمال السحرية لأنه كذاب وقتال ومشتكي، بل كثير من المرات يستخدم الخوف والإحباط حتى للأسف مع المسيحيين، مع أن المسيح حذر: لأن من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين. جاء المسيح لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. ثم الاضطهاد من أجل اسم المسيح. مكتوب: وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لأنه ببساطة اسم المسيح دعي علينا. والاضطهاد أيضا من أجل البر، لأنه بر وكمال المسيح بيفضح أعمال الظلمة بل يوبخها، وكل شيء أمام المسيح الكامل والطاهر يتعرى. لذلك يستخدم وسائل العنف والاضطهاد الشرس، لكن المؤمن بالمسيح يزداد عزما وقوة وجرأة للكلام. ثم الاضطهاد من أجل الإنجيل، لأنه الوحيد الذي يقدم الأخبار السارة المفرحة التي تقود الإنسان إلى الحياة الأبدية. لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. عندما تواجه الاضطهاد اغفر لهم كما فعل استفانوس، اثبت وتشجع في الإيمان، افرح وتهلل لأنك تنال التهنئة. تذكر أن المسيح غلب من أجلك وأنك أنت أيضا غالب. لا تخجل في المسيح، واعلم أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وحتى لو قدموكم للاستجواب، روح الله يتكلم فيكم. ثم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم.
عندما تواجه الاضطهاد هذا معناه أنك في الموقع الصحيح، وهذا ما جعل المسيحية تنتشر في كل أنحاء العالم. ولو حدث أنهم أهلكوا الجسد فلا تخف، مكتوب خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. صلاتي أن تمتلئ بكلمة الرب، أن تمتلئ من الروح القدس. اشهد بدون خوف وجاهر بإنجيل المسيح، لأنه الوحيد للخلاص والحياة الأبدية. وإن انتهت حياتك فأنت في سجل قائمة الشرف بمكافآت أبدية وأكاليل لمجد الرب. يا رب شجع المضطهدين، احفظهم وشجعهم، ونحن أيضا أن نذكر المقيدين والمذلين. أعطي نعمة خاصة للاحتمال وحكمة في الجواب وتبرير ضد كل شكايات وسهام العدو. افضح مملكة الظلمة واظهر ملكوت النور في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.